والله وقعت بفكر وانا متضايقه بنام من موقعي هذا. انت متخيل؟ عشان انا مش متخيل. يلا بينا نيكست. الاكل ده جميل جميل. ايه ده بجد؟ يا لهوي يا نهار اسود عليا. ارملا توس. داليا شوقي ممكن نتعرف اول مره. هاي داليا. انا محميحه. ممكن نتعرف؟ ممكن نتعرف. مبدئيا كده قولي لي اسمك زي ما بتكتبيه في عقود المسلسل بالظبط. اوكي. داليا شوقي سيد مصطفى عبد الشافي. بتحبي الناس تعرف سنك ولا مش قوي؟ لا. ايه ده اشمعنى؟ عشان بحس ان هما ممكن يحطوا يقفلوك في حته معينه كده. طب بما انك انت واضحه وعلى طبيعتك جدا، ده شويه بيوقعك في مشاكل مع الناس اللي حواليكي؟ لا لا، ما انا مش قاسيه يعني. انا مش عشان كده ولا حته الوجع دي، انا مش عندي الحمد لله الحته دي يعني. يا رب ما تكونش عندي اهو. بس انا ما مش يعني ما احبش ابقى قاسيه، احب ابقى صريحه يعني. احب ان انا ادي لك كل رايي بصراحه تامه بس ما اوجعكش. بس بالنسبه لي لو انا صراحتي دي هتفيدك اكتر من اللي انا هأذيك ان انا اقول لك حاجه عكسها، مش هعمل كده. هقول لك الصراحه. ايه مش بتوقعك في مشاكل لحد دلوقتي؟ ممكن ناس تفهمني غلط مثلا، ممكن ناس تعمل بري جادجمنت معين. بس يعني مش عارف، مش عارفه. وقعت في مشاكل. وقعت في مشاكل والله. وقعت ما فكر. عيوب بقى اللي انا برضو اللي انا عارفها، عيوب برج القوس ان هو شويه كسول وبيحب النوم جدا، وشويه بياخد النوم ان هو بيهرب من مشاكل. مش بيهرب يعني، بيلجأ للنوم علشان يستريح من المشاكل والحاجات اللي بتكون موجوده في يومه كلها. اوكي. لا، الكسل ده مش عندنا في قاموسنا خالص. أوكي. خالص خالص. احنا دايما عندنا نار جوانا يعني. احنا برج ناري، فاحنا دايما في نار جوانا. النوم انا زمان كنت بحب النوم خالص، كنت بحس هو تضيع وقت. كبرت وعقلت. كبرت وعقلت وحسيت ان النوم ده اجمل الحاجات. الجسم محتاج يشت داون يا جماعه، محتاج ريست. فانا النوم ده بالنسبه لي بقى بالعكس، بقى راحه راحه بجد. بقيت بقدرها يعني، وتوحشني كتير وبحبها قوي. بس برضو موضوع اللي احنا بنهرب فيه هو مش هروب. انا ممكن يكون انا مثلا في حالتي انا الشخصيه، النوم بالنسبه لي بيبقى ملجا يعني. انا مثلا بشت داون، بتعب قوي 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 نفسيا، او مثلا زعلانه من حاجه او حاجه، بقوم نايمه. الجسم بينام، مش ان انا يعني مش ان انا هخش انام بقى، لا. وانا متضايقه بنام. فاهم قصدي؟ فبحس ان هو الجسم هو اللي بيقول لك تن تن، انا محتاج اعمل كده، محتاج انام شويه بس عشان اصحصح لك. فانا لازم نبقى متعين كده ونسمع الجسم محتاج ايه. يا جماعه بعد اذنكم اسمعوا جسمكم محتاج ايه. بيقولوا برضو ان هو مشتت بعض الاوقات. لا، مش موضوع التشتيت، بالعكس. انا بحس ان انا الموضوع رؤيه يعني كده، بس هو اوفر ثينكينج جاي قوي بزياده. بس انا بحب اكتب قوي اللي عندي واللي ورايا. يعني عندي تو دو ليست، بس ساعات بقى تو دو ليست مثلا ما اعملش 1 2 مثلا، بعد كده افتكر 3 4، اكتب 3 4 اوكي عملتهم، هرجع بقى لتاني 1 2 زي ما انت قلت كده من شويه. فالموضوع يعني لا لا لا. ناس كتير قوي بتستغرب ان انت اخت بسنت شوقي. ناس كتير ايه ده، ازاي دي اختها؟ وفي تيم بقى بيقول ان شبه بعض جدا يا جماعه، دول فولك اسمك نصين. في تيم تاني يا جماعه مش شبه بعض خالص. انت بقى اكتر ميال لانهي تيم؟ اللي هو انتوا شبه بعض ولا لا؟ بص، انا في ناس ساعات بتعرفني لان اختها من غير ما يعني مش شبه، وانا بحس بقى يا جماعه مش الدرجات دي يا جماعه يعني. ما الدرجات دي اللي يعني اللي انت اخت بسنت شبهها قوي، اللي هو بجد الدرجات دي الدرجات دي. في ناس بتقول تفتكر احنا توأم حاجات. لا لا، في ناس فاكره ادوارها بتاعتي وادواري بتاعتها. فانا اللي هو يا جماعه لا، مش للدرجات دي ما يعني، مش للدرجات دي. فانا صراحه حاسه ان احنا مختلفين تماما تماما يعني. فيعني هي دي. انت خريجه جامعه امريكيه اداره اعمال ومسرح. مظبوط. ماركتنج وثيتر. بالظبط. ليه بقى دخلتي ماركتنج ومسرح؟ حاجتين مالهمش علاقه ببعض خالص. ده تشتت بتاع برج القوس اللي بقول لك عليه ده فوق، ولا انت كنت حابه التو فيلدز، ولا انت ايه قصه ان انت درستي؟ بالعكس على فكره، هم كده قوي مع بعض يعني. ده رايي يعني. وده ده يعني حسيت انا اكيد ده كمان اثر في قراري. انا الاول كنت مختاره مسرح، كنت كده قايله ان انا كده كده مسرح. وبعدين كنت عايزه اكتشف نفسي في ميجر تاني، ماشي؟ لان ده بالنسبه لي كان خلاص امر واقع ما فيهوش جدال. فانا لما دخلت جامعه الدنيا بتساعدنا الصراحه نكتشف شويه. فانا قعدت بقى اجرب كمبيوتر ساينس وسايكولوجي وسوسيولوجي وميديا، وعملت حاجات كتير قوي اجربها كده. والله يعني كانت فعلا كانت فتره كده تكتشف كده نفسك فيها.
عجبني قوي ماركتنج، حبيته حبيته بجد، وحسيت له هو هيساعدني كبني أدمة، هيساعدني في شغلي وهيساعدني في المستقبل. يعني انا بالنسبه لي هو هيساعدني في حاجات كتيره قوي، whether my art whether business whether personal life. فانا حسيت انه كان الاختيار الصح، وانا بموت في الماركتنج على فكره. طبعا المسرح هو العشق يعني. ما دلوقتي بقى خلينا نسال السؤال بقى ده، انت درستي ماركتنج ومسرح، المسرح دلوقتي دي رايك بتشتغلي ممثله؟ مظبوط. ممكن اشوف ده في يوم من الايام شغاله في ماركتنج؟ شغاله فيه يعني؟ مستحيل مستحيل ابقى عندي 9 to 5 جوب للاسف، مع ان احنا عندنا 24 ساعه جوب، قصدي ككوربريت لايف يعني. بس بس انا يعني لو هنعمل كده، انا برده من اسباب اختياري للماركتنج ان انا اخواتي برده كانوا عاملين سيكشنز في البيزنس يعني. بس انت برده كانت عامله فاينانس وماركتنج، ياسين عامله سايكولوجي هيومن ريسورسز. فانا بالنسبه لي احنا كده جاهزين نفتح يا جماعه بيزنس، فاينانس ماركتنج و اتش ار جاهزين، يلا بينا. فبرده ده كان من اسباب اللي احنا يعني، فانا لو حاجه كده ممكن جدا، لو حاجه لو بيزنس كده. بس يعني لازم يعني لازم تبقى حاجه تعمل صدى فينا كلنا، الحاجات احنا بنحبها في حياتنا. عند المسرح عايز اسالك، انت دخلتي مسرح عشان انت بالنسبه لك، او الميجر ده بالذات عشان انت من وانت صغيره كان عندك حته ان هو عايزه ابقى ممثله، ولا دخلتي عايزه تستكشفي الدنيا عامله ازاي وايه اللي بيحصل جوه والحاجات دي؟ لا انا كنت عارفه انا عايزه اعمل ايه، من مش عايزه ابقى مقفوره يعني. بس وانا في كي جي، انا اول مسرح وقفت عليه خالص كان في كي جي 2، كنت ماما سندريلا، كنت ستيب ماذر. والله العظيم ده كان اول مره وقفت على مسرح وانا صغير، ولحد دلوقتي سندريلا وماي تو دوترز ار ماي يعني تشايلد هود بيست فريندز، احنا لسه لحد دلوقتي احنا كده. والله فده كان اول مره خالص. فانا كل ما كنت بكبر في المدرسه، مرحله المدرسه مثلا، كان عندنا دايما الاكتيفيتي سكشن في اليوم، كنت بختار دايما دراما. فمره كتبت حاجه ومثلتها قدام كل الكلاس، فانا في البيلد اب بتاعي طول الوقت كنت عامله كده. الجامعه بقى هي اللي كانت شغل جد بقى، خلاص احنا في الجد خلاص، والورش بقى طبعا بعد الجامعه وكده. فانا حتى مره حد في حياتي قال لي ايه، بس مش حاجه حلوه قوي اللي انت تبقي عارفه انت عايزه تعملي ايه من وانت صغيره، يعني ان انت يعني شايفه طريق واحد. وانا ساعتها قعدت افكر في الموضوع بقى، حسيت هو بالعكس ده انت مركز قوي، ده انت مركز ومنشن بالعكس جدا. بعدين انا بكتشف حاجات تانية جوايا، ما انا برقص وبكتب وبقرا، يعني دايما عندي فروع من الشجره شغال، بس طريق يعني. اوكي انت من صغرك بتاخدي دروس رقص صح؟ تعرفي ترقصي كام رقصه لحد دلوقتي؟ يعني ايه رقصه جونرز يعني؟ بص انا خدت، لا خدت جونرز كتير قوي، خدت سالسا، خدت هيب هوب، خدت ليريكال، خدت كونتمبرري، خدت جاز، فانا خدت حاجات كتير. فانا باخد الميكس بين شغالي انت مزيكا بقى وانا انطلق. والله عشان كده انا بحب انه انت تاخد حاجات وبعدين تنطلق انت، يعني انا بحس كده يعني. ممكن تكوني انستراكتور في حاجه زي كده؟ لا مسؤوليه كبيره قوي، ولازم يكون عندي التكنيكال سايد اوف ات، يعني ادرس لك انستراكشن دانسينج انستراكشن واقول لك انا اقدر ولا. بس دلوقتي في من موقعي هذا ما اقدرش اقول لك. الرقص هو يعني كومبانيون بتاعي، فوانا زعلانه برقص وانا مبسوطه برقص، بيخليني اعرف اعبر على اللي جوايا. يعني ساعات ما بعرفش اتكلم قوي، ما بعرفش اقول حاجه مضايقاني مثلا، فبطلعها عبر جسمي يعني لنفسي. طبعا بحب اتكلم يعني، بحب اقول للبني ادم انا متضايقه ليه وكده، بس مش دايما بيبقى سهل عليا. بس انا شغاله في الموضوع ده، بقيت احسن بكتير الحمد لله. والله بس الرقص الصراحه لا، دايما دايما عمره ما خذلني. اخر مره رقصتي من الفرحه كان امتى؟ يوم الفركش بتاعت احلام سعيده. ايه حكايه الاصابه اللي جات لك في ركبتك وسببها انت ممكن ما ترقصيش كرقص رقص تاني؟ الموضوع ده بالنسبه لك الكلام ده مش مظبوط مبدئيا تاني، ان مفيش حاجه اسمها مفيش رقص تاني ابدا في حياتي. لا 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 مش قصدي، يعني الاصابه اللي جات لك في ركبتك دي ممكن يكون سببها ان انت يقل نسبه الرقص عندك؟ لا ده برده مش اوبشن عندي خالص، دي حاجه مستحيله عندي. انا اللي حصل لي ان انا جات لي اصابه، كنت ساعتها في مدرسه الرقص المعاصر لكريمه منصور حبيبتي، وساعتها جات لي الاصابه للاسف، فاضطريت ما كملش وخليت بالي منها ورجعت تاني الحمد لله زي الفل تاني. وساعتها برضو كان في كلام بقى على ركبتي والرقص وهيأثر، وانا اللي هو اتكلموا براحتكم يا جماعه عشان انا هرجع تاني، ورجعت تاني الحمد لله. ايه بقى حكايه النوتة اللي بتكتبي فيها اللي نفسك فيه وبيتحقق؟ زي ما كتبتي كده انك نفسك تشتغلي في بروجكت البحث عن علا ومع نتفليكس وتحقق، وتشتغلي مع شاهين وبرضه تحقق. بص صراحه انا نفسي مش مصدقه يعني، انا صراحه مش مصدقه خالص، وحاسه ان ده حاجه كده ما بيني وما بين ربنا، اللي هو ايه ده
ايه ده بجد، شكرا شكرا من كل قلبي بجد، وبشكره كل يوم. يعني انا ما اعرفش، انا كتبت نتفليكس، لا كتبت هند صبري نتفليكس بروجكت، كانت حتى اسمها كان قبل حتى نتفليكس، عشان قريت بس خبر ان هي بتعمل بروجكت معاهم على وومن امباورمنت، فانا اشتريت بجد. انا اللي هو كان بالنسبه لي واو، انا نفسي ابقى جزء من البروجكت ده. فكانت انا بعشق هند صبري، بعشقها ست دي بجد، كل الاحترام والحب ليها بجد. وكمان لما عرفتها على الجانب الشخصي كمان، يعني اي لاف هير. فانا لما كتبت كده، انت عارفه انا لما بعد ما خلصت البروجكت ما كنتش فاكره ان انا كتبت كده. يا لهوي بجد والله، وحياه ربنا انا ما كنتش فاكره انا كتبت كده. انا لسه شايفه البتاع دي من قريب تاني، ورحت ساعتها كانت مامي بسند في البيت، قلت لهم جماعه انا هوريكم حاجه دلوقتي مش هتصدقوا. وسبحان الله، هي انا يعني الموضوع ده جه بسبب استاذ هادي الباجوري، اللي هو بسببه حقق لي حلمي في كوكو شانيل مع ذا وان اند اونلي شيريهان. فانا بالنسبه لي الموضوع كله اصلا لحد دلوقتي انا اللي هو ايه ازاي، لا يعني برضو اللي انا اقف قدام شيريهان ده كان، لا انت ده كان حلم. انا قلت لهم في البيت انا هيحصل، انا هموت نفسي، مش هيحصل لي حاجه، هموت نفسي لو انا مش جزء من البروجكت ده، لان انا بالنسبه لي ان هي راجعه تاني واقفه على مسرح، انا يعني انا لازم اكون هناك، لازم اكون في البريزنس بتاعها بس حتى بالنسبه لي. فاستاذ هادي باكوري، استاذ هادي باجوري حبيب قلبي، شكرا شكرا شكرا. طب انت ايه اكتر حاجه بتفكري برمضان غير شيريهان ونيلي؟ بكار القطايف، بتعرف تعمليها حلو؟ طيب قوي. والله بعملها سويت وبعملها بكيري كمان، يعني بعمل، انا عارف ان انت اصلا انت طباخه ماهره جدا. مش يعني مش عايزه مسالات قوي. يعني ببيك اكتر، بخبز اكتر. البراونيز الشهيره طبعا. انت مش فاهم جالي كميه مسجات على الموضوع ده ازاي. مش فاهم. انت كنت عامله تقويم سنان وعملتي بيه اوديشن سنه 2015؟ مظبوط. دي برقه منك شويه ولا حاجه ازاي؟ موجود صح. دي جرأة منك شوية ان انت رايحة وانت تعملي كده وانت مش عارفة ايه اللي هيحصل، ولا انت ما بيفرقش معاكي اي حاجة وانت داخلة وعارفة ان التالنت بتاعتك هيلا هتكسر الدنيا؟ بص، انا استاذي محمود اللوزي حبيب قلبي الله يرحمه يا رب، اداني اول بطولة في حياتي على المسرح الجامعة الرئيسي ملك جبر وانا عاملة بريس. انت متخيل؟ عشان انا مش متخيل. ده كان حوار، ده كان حوار بالنسبه لي، يعني حوار. وقفت على مسرح واحنا مش بنلبس مايكات على مسرح، وانا لابسه بريسز، خدت اول بطوله على المسرح الاساسي بتاعنا الكبير. فهو اداني ثقه كبيره قوي في نفسي، يعني شحنها لي جامد. انا بالنسبه لي مش هخلي حاجه شكليه تمنع حاجه انا بحبها، انا هعمل عليا، جت يا رب تيجي، ما جاتش I'll keep on trying. يلا بينا next. انتي واحدة بتهتمي بالفاشن والحاجات دي قوي قوي قوي، ولا بالنسبة لك يعني ليها وقتها؟ بص، انا بحبها، انا بحبها، بحس ان هي بتعبر عن شخصية البني ادم، بحب العب معاها، بحب ان هي لغة تعبير. اوكي. طب لو انتي رحتي مثلا، انتي حد يعني كوافير، انتي بقى من الناس اللي بتسيبي اعمل لي اي حاجة النهاردة في شعري، ولا بتروحي له لا انا عايزة القصة بس كده 3 سنتي من تحت؟ انتي من انهي ناس؟ بص، انا عمري ما صبغت شعري في حياتي ومش ناوي اسبغه. يعني اخر حاجه عملتها كانت تحت كده، كنت مجنونه كده وعملت تركواز وبينك ورينبو كولرز كده، كنت بحبها قوي، وحشتني والله، عايز اعمل كده. بس انا لا، عمري ما بسيب نفسي كده خالص، لا لازم اكون دقيقه. قوي. ندخل بقى على الفقره الثانيه اللي هي كومنت، دي هنقول لك على حاجات عندك على السوشيال ميديا ونتكلم معاكي عنها. اوكي يا ستوكرز انتوا. مبدئيا ليه اسمك اتس داليا شوقي مش داليا شوقي عادي كده؟ انا يا جماعه داليا شوية كانت متاخده وان شوت، ما كنتش عايزه احط حاجه ما بينها ولا نقطه ولا اندر، يعني ما كنتش عايزه اعمل كده. فانا حسيت ان اعمل حاجه كده حركه، يعني ان مثلا البيج دي مثلا بتاعت مين، بتاعت اتس دالي شوي، فهي اتس دالي شوي راجع على اتس دي، اتس دي اللي هي البروفايل ده راجع على ده دالي شوي، انه يعني ينتمي الى دالي شوي. عشان ناس كتير بتقولي مثلا ساعات على فكره اتس ده على اوبجكتس مش على بني ادمين، وانا اللي هو والله يا جماعة أكيد، يا جماعة أكيد، أنا أكيد مش بقول على نفسي كجماد، أكيد أنا مش بقول على نفسي إتس، مش فأنا أكيد مش هكتب شيز داليا شوي، يعني لا مش درجات يا جماعة، يعني من نرجسية مش كده. أنت كاتبة كوت عندك، عايزانك تقريها لنا وتشرحيها لنا. أكتف بيل بعد كده دانس دانس مش فاكرة تركيبها. فاير كنا بقى ايه كل حاجه اوكي. انا اكتنج كوتش بتاعنا
الثلاثيه وبتاعنا سواء احنا شله كده، دايما بيقول لنا بيرجع لنا على الاكترز ويل، اراده الممثل. مثلا لما نكون مثلا بنورم اب، بنعمل ورم اب معين وخلاص بننهار وبنموت وبنصرخ وخلاص كل الجسم بيترعش كده من ذبذبات العضلات، بيقول لنا يوز يور اكترز ويل. فانا الكلمه دي بقت حاسه ان هي مسار كده في حياتي، ان اراده الممثل دي غير اي اراده بني ادم. طبعا انا مش بقلل من اي اراده بني ادم، احنا كلنا عندنا اراده قويه قوي، بس اراده الممثل عشان احنا بنواجه كميه رفض، بنواجه كميه مشاكل، وبنواجه كميه صعوبات، وبنواجه وبنواجه وبنواجه، فدايما انت لازم تقوم نفسك، تقوم نفسك، تقوم نفسك، تقوم نفسك دايما على طول. حتى لو انت لسه واقع دلوقتي قوم تاني، قوم حالا، قوم حالا، قوم حالا. فاهم قصدي؟ فكلمه اراده الممثل دي عندي غاليه قوي عليا، وبتزقني في اوقات كتير قوي في حياتي. فدي اول حاجه انا كاتباها، باشن. انا بالنسبه لي هنا لما كتبت باشن هي الحركه اللي جوايا، الحركه الداخليه اللي جوايا، يعني مش عايده على حاجه معينة. هي كداليا الباشن بتاعها، لان انا واخده وعد على نفسي كده، لان دايما 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 هفضل مولع الباشن ده، هفضل دايما الشغف ده متولع عندي، ولو اتطفى يوم انا كده مش عايشه ومش بعمل الموضوع اللي انا عايز اعمله ده صح، لازم يفضل دايما والع. فدي ده باشن، فمش عايد على حاجه معينه، عايد على منتاليتي. عشان كده كاتبه فايل. برافو، ايوه عليكي. عشان نولع الباشن ونولع كل الدنيا ان شاء الله. اوكي. بتاريخ 8 مارس كاتبه: الى هذا الجنس انتمي، ومنه استمد قوتي او قوتي، واليه اعطي كل ما لدي. وده كان بمناسبه يوم المراه العالمي. بما انك بقى مهتمه بقضايا المراه قوي كده، عاوزك تقولي لي اهم قضيه مغلبه الستات ومطلعه عنيهم بالنسبه لك او من وجهه نظرك. يعني والله هو مطالبه الحقوق، يعني as general as it is و as specific as it is. انت عامله فولو للشيف بروك. اه. انت اكيره ومش بيبان عليكي خالص، ولا انت من الناس اللي بقى بيحافظوا والكالوريز مش عارف ايه، والنهارده لعبت رياضه مش لا، احنا وي اونلي ليف وانس يا جماعه، استمتعوا بحياتكم كل اللي انتوا عايزينه، بس لو عايزين تاكلوا بس انا صراحه بحب اكل، صراحه احب اكل وبعدين اسخن انا بقى بعد كده براحتي. رقص بقى. اه الصراحه الاكل ده جميل جميل، الاكل ده فن اصلا في حد ذاته يعني. اوكي. عندك صور كتير قوي بلاك اند وايت، قلنا عادي تمام. تغيير عادي قشطه. لحد يوم 9 ديسمبر لقينا ريل برضو ابيض واسود على اغنيه بتاعت ارمالدوس. انا ارمالدوس بالظبط كده. ولانا بقى انت تحبي اصلا، انت كان نفسك تعيشي في هذا الزمن اللي هو يا سلام، مين ما يحبش. طب بقى، طب ما بالمناسبه دي بقى هتغني لنا شاديه. على فكره انا بتكسف بجد، يعني انا يعني انت فاكريني اه برقص وبس كده، بس والله ارمالدوس. انا ارمالدوس. يوم 3/12/2019 ده يوم مهم جدا في حياتك. 3/12 اه 2019 اه ديسمبر 2019 ده كان في كورونا، كانت لسه ما جاتش. لا مش فاكره. يوم ما خدتي كارنيه عضويه النقابه في المهنه التمثيليه. اه قلت العهد. اه انا اتأثرت قوي في اللحظه دي. انا كمان كان في انك بتقول اوث كده، فكان بالنسبه لي ايه ده؟ ده بجد؟ فاهم؟ عشان انا الموضوع ده بالنسبه لي والله مسؤوليه فعلا. انا يعني انا ما قدرتش اقول انا ممثله غير بعد ما اتخرجت ومسكت شهادتي. كان كذا حد يقول لي اه انت بتدرسي مسرح، انت ممثله، اللي هو اه بس انا مش هعرف اقولها بصوت عالي دلوقتي، لازم ابقى اقدم مسؤوليه. فانا اليوم ده كنت فخوره كده، كنت بجد فخوره ومبسوطه وراضيه والحمد لله. اغلب سفرياتك من صورك على انستغرام يا اما جوه مصر في الساحل او جونه او اسوان، غير كام صوره في روسيا. مسحتي صور منهم ولا انت سفرياتك قليله؟ لا انا الحاجات دي اكتر على البرايفت اكاونت. سفرياتي مش قليله يعني، لا ما اقولش عليها قليله. انا عشت بره 6 شهور في البرتغال مثلا. رحت كتير قوي كذا بلد في اوروبا، رحت امريكا، فلا يعني لفيت حبه حلوين. روسيا عشان كان كاس العالم، فساعتها كان عندك انتنس، كنت عامله شعري على مصر وحاجات كده برضو. اليوم ده كنت لعبه في شعري، كنت عاملاه على مصر. أوكي. احمر وابيض واسود. يعني انت مخليه حاجات اكسكلوسيف للناس اللي في برايفت اكاونت. مش اكسكلوسيف خالص، انا ما عنديش ناس كتير بلاكس يعني، بس في حاجات بيرسونال كده شويه بس. أوكي. بس لا على فكره انا فعلا مش منزله صور كتير فعلا من السفريات. عندك حق. في اخر سيكونس عندنا اللي هو داليا فيرسس كاركترز انت عملتيها قبل. اوكي. هنبدا باخر كاركتر او من اخر حاجات اللي انت عاملاها دلوقتي، شخصيه نادين في مسلسل احلام سعيده. نادين كانت رافضه فكره الجواز نهائي عشان هي عندها 25 سنه وشايفه انها صغيره وعايزه تعمل حاجات كتيره. داليا عندها نفس الفكر ولا الموضوع مش زيها بالظبط؟ لا مش زي نادين بالظبط صراحه. انا بالنسبه لي لو لقيت الشخص ما يبقى ليه نستنى ليه
نقضي حياتنا مع بعض احسن ونتبسط ونسافر ونعمل كل اللي نادين عايز تعمله. فلا بالعكس، نادين خبت على ايدم سر مهم جدا ما كانتش هتقوله خالص. انت من الناس اللي بتعرف تخبي ولا بيبان عليكي؟ لا بعرف اخبي. ممثله بقى؟ لا والله ملوش علاقه بكده، بالعكس انا بعرفش اكذب مثلا. بس لو انا يعني اقولها لك ازاي دي، يعني انا مثلا انا عندي حاجات في حياتي ما حدش عارفها، فانا بالنسبه لي كده بعرف اخبي. بس مثلا لو سالتني على حاجه مش هعرف اكذب عليك، بس ما احكيش يعني، انا ما احكيش او انا ما اقولش، فانا اخليها انا لنفسي ومع نفسي انا و... ادم كان بيقول لنادين انت بارده، بس هي انكرت ده جدا جدا، وهي كان عندها اسبابها اللي هي قالت انا بعمل كده ليه. مزبوط. ايه الحاجه اللي الناس بتقول انها فيكي بس انت مش مقتنعه؟ يا جماعه لا انا مش كده. هقول لك انا ما يقولوا عليا قوي ان انا حاسسه بزياده. انا شايفه ان انا حاسسه عادي انا سنسيتيف بس انا مش حاسسه زياده، يعني ايموشنال بعبر وممكن اخد حاجات بيرسونال شويه او كده، بس مش باخدها قوي يعني، مش لدرجه ان انا يعني. فبحس ان دي صراحه مش قوي كده يا جماعه، يعني مش قوي كده. يعني حاسه انا حاسسه قوي بس مش حاسسه قوي لدرجه اللي انا بحس من نومي. نادين كانت ناويه تسيب الجامعه ما تكملش دراسه. داليا كانت ممكن تفكر تعمل كده وهي صغيره، ولا انت كنت عندك الباشن ناحيه الدراسه اصلا؟ بص انا صراحه كنت دحيحه، يعني كنت اي ستودنت، يعني كنت متمرمطه دبل ميجر بس انا ما كانش ينفع ما اجيبش اي، عشان بالنسبه لي اهلي لازم ارفع راسه، فاهم قصدي؟ فكان دايما اللي هو المسؤوليه دي كانت برده عندي قوي، اللي انا هاف تو بي اي ستودنت اول ذا تايم. دلوقتي هنعدي على مسلسلات انت عملتيها ثانيه وهنسالك برضو عنها، ونشوف انت قريبه من الكاركترز اللي انت عملتيها الناس قد ايه. اوكي دلوقتي مروه في مسلسل عدون في رمضان السنه دي، مروه كانت خايفه تسافر عشان تدرس وتسيب اختها وباباها عشان حاسه بالمسؤوليه. انت لو مكانها هتعملي ايه؟ مش هسافر. ده انت اجابه، انت عارفه الاجابه ايه بجد والله؟ مش هتفكري حتى وتبقى مستقبلي دراستي وبتاع؟ انا عيلتي عندي الدنيا كلها. انت من الشخص اللي بيقعدوا يجلدوا نفسهم والحاجات دي؟ قوي. يا لهوي يا نهار اسود عليا، كان لازم ارد عليها اقول لها كذا. مش شرط والله في خناقات هو اكتر اللي هو انا كنت المفروض اعمل ايه؟ طب هو كان ايه الصح؟ طب انا ليه ما ردتش في الجمله دي؟ طب انا ليه سكت هنا كده؟ فاهم؟ انا كنت بنفسي كلها تسالي الناس. لا ما بيني وما بين نفسي اكتر، وامي بقى طبعا، يا امي دي تاج راسي والله. امنيه في مسلسل البحث عن علا. ايوه. امنيه البحث عن علا كانت بتحب راجل اكبر منها، داليا ممكن تحب حد اكبر منها قوي كده؟ مش حاسه قوي كده، بس تاني هقول وقلتها برده قبل كده انه لو هو الشخص ايه عندي ايه الشخص اصلا بالنسبه لي يا جماعه ده اصعب قرار في حياه البني ادم، لان انت بتختار حد هنا خلاص فور لايف، فاهم قصدي؟ فعشان كده بقولك دايما برجع لكلمه هو لو هو الشخص، لو هو الشخص، لو هو الشخص. فلو هو الشخص انا بالنسبه لي معرفش انا هتصرف ازاي، لان انا عايشه دلوقتي، انا مش عايشه بكره. بس فرق السن قوي كده نوت شور، وكمان في فاميلي ثانيه وفي بيبيز، ف يعني مش انت. لا ساره في مسلسل خارج السيطره. اي حاجه. ساره كان عندها فوبيا. انت بتخافي من ايه يا داليا؟ اكتر حاجه بتخافي منها؟ هقلب الموضوع جد قوي ده. انا بخاف من الموت، يعني بخاف منه قوي. لو هقول لك حاجه يعني كده بخاف منه. اخر سؤال في الفقره دي، العلاقه بين ساره وباباها كانت متوتره جدا في المسلسل، داليا علاقتها بباباها اقوى ولا مامتها؟ علاقتي بمامتي اقوى، لان انا مامتي صاحبتي، يعني مامتي صاحبتي خالص، هي اقرب حد ليا في الدنيا كله، يعني هي فعلا صاحبتي قبل ما هي تبقى امي كمان. فانا علاقتي طبعا مش متوتره زي بابا ساره اكيد مع بابي، بس لا علاقتي بامي اقوى يعني. خلصنا بجد والله العظيم، انا انبسطت قوي. ثانك يو ثانك يو ثانك يو سو ماتش يا حبيبي، ثانك يو جوسبس.